السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من تعليم الرسم مع إبراهيم عبد المقصود. طبعا النهاردة احنا بنتعلم ازاي نرسم. لا ده في مفاجآت جميلة جدا هنقولوها في الفيديوهات الجاية. يبقى انت علم ابنك الرسم وان شاء الله وارسم بيتك، يبقى انت كده ايه، ابنك الصغير انت اللي بتعلمه الرسم وهو بيتعلم معاك مع خطوات سهلة بمراحل تعليمية جميلة. تعال نشوف النهاردة هنرسم وناخد ايه مع بعض. النهاردة بنتعلم ازاي نرسم ديك. بعمل 8، يبقى انا عملت 8 واحط نقطة. طب هنا بعمل ايه؟ بعمل بيضة، وهنا بعمل دايرة. طب بعد كده بعمل ايه؟ بعمل هنا حرف ام، وبعمل هنا كوباية مقلوبة، وبعمل هنا نص كوباية، بعمل هنا 11، وهنا ام واخد خط. يبقى هنا في 7 واقفلها. طبعا دي دايرة عشان دي هتنزل بالايه، بالديل بتاعها. تعالوا معايا بقى نشتغلوا ايه، واحدة واحدة، ونشتغل مراحل. يبقى اول حاجة بعمل ايه، بعمل 8، طبعا ورقة وقلم كده، واحدة واحدة. طيب بعد ما عملت بجيب هنا ام، بعمل هنا كوباية، بحط هنا نقطة، واعمل هنا نص كوباية. ادي اول مرحلة تعليمية. المرحلة التانية ان انا باجي جاي هنا في الحتة دي، عملت انا اول حاجة عملت 8، عملت الام نقطة دايرة فوق اهي، ونص واحدة تحت. جيت عامل هنا بيضة. طيب بيه تاني، نيجوا على المرحلة التالتة معايا، عملت هنا 8 نقطة ام نص دايرة، نص دايرة تانية، عملت هنا بيضة. سهلة جدا. ازود هنا دايرة من فوق. طبعا في بعض التلاميذ تعملها تحت كده، ده غلط، لازم تبقى فوق. بعمل هنا 7، بعمل هنا 11 وام، وانزل الحته دي. بصوا هنا الجمال بتاعنا ده الايه، ده ديك. يبقى انا عندي مراحل تعليميه 1 2 3. الثلاثه هنا ادي واحده اهي، دي كلها تتلون احمر، المنقار طبعا احمر. ان شاء الله في حلقه جايه هنعمله مجسم. ادي هنا 8، ادي البيضه اهي، اجي جاي هنا. بعد كده بعمل هنا الدايره بتاعتي. يبقى هنا المرحله النهائيه اهي. يبقى انا عندي 1 2 3. طبعا احنا اتعلمنا 1 و2 و3، ده حاجة بسيطة النهاردة خدناها. ان شاء الله في الحلقة الجاية هنخدم الشغل ده على مجسمات. هنتعلمه ازاي نعمله مجسمات، ازاي نعمل ديكور صغير كده في شقتي، ازاي نعمل الحاجات دي كلها. احدث الوان، احدث ديكورات لعام 2021 ان شاء الله هنعملوها. يبقى احنا هنعلمه اولادنا، وان شاء الله هنعمله ديكورات في شقتنا بايدينا مع ابراهيم عم مقصود. ان شاء الله هتعلم ابنك وهترسم شقتك. السلام عليكم.